السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف لطيفة. اليوم بحول الله موعدنا مع شوربه البلبوله اللي غادي نديروها بالحلبه والفليو. ما كلتي سميها الشوربه كلتي سميها الحسوه تاع البلبوله، المهم تاع السعير. بونجور تو مون بيان فيني سور لا شين شيف لطيفة، اكتيفي سي فوبلي سويتراج بور بوفوار سويو افيك نو اون غوسيت دين سوب دارش. لهاد الوصفة بحاجتنا لواحد المقدار تاع البلبولة تكون متوسطة في الحجم، انا خديتها متوسطة في الحجم. يمكن لكم تاخدوها غليظة تخلطوها مع شوية المتوسطة والرقيقة. هذه فيها ثلاثة الاحجام، في السوق تلقاو الاحجام كلها. غسلتها مزيان شي ثلاثة ولا اربعة مرات باش تحيد منها النشا. غادي نديرها واحد الانية اللي دايره فيها الماء بارد، الانيه تكون كبيره شويه، نديرو فيها الماء البارد حيت تشد شويه الطياب. انا نصصت هاد الانيه بالماء. غادي ندير الحلبه واحد معلقه كبيره، غادي ندير واحد المعلقه كبيره تاع فليو واحد سنينه تاع الثوم، غادي ندير الملحه حسب الذوق، غادي نحرك نشعل عليها طيب وتاخذ وقت كافي في الطياب تاعها. ملي تقرب الطيب عاد غادي نزيد الحليب المسوس اللي راه موجود في الاسواق. ملي تدوس سيداتي واحد 25 دقيقه هي دائما على نار مهيله، وحنا مرات نحركوها تتبان لينا شربات الماء تاعها، لان هي تطيب وهي ما تنغطيوهاش، تنخليو غير المغرفه كي بحال هكا فوق منها وتنخليوها طيب على نار مهيله، ما تنغطيوهاش باش ما طفيتش. تنحطو ايضا هاد المغرفه باش الا وصلت للفوق ما طفيتش لينا. من الاحسن طيب في انيه كبيره. الى شربات لكم بحال هكذا تنزيدو الماء، من الاحسن يكون الماء طايب بحال هكذا على حسب الكثافة اللي احنا بغينا تاع الحسوة ساعتنا. ومن بعد دابا راه قربت طيب تنزيدو الحليب الغير المحلى اللي تتواجد في الأسواق. احنا تنخليوها تكمل الطياب واحد 15 دقيقة أخرى، هي دائما على نار مهيلة. وهاد الحسوة كل ما طابت بكري وبقات ترتاح كل ما كان أحسن. من بعد سيداتي ما تطيب لينا تنزيدو شويه تاع الزيت العود حسب الذوق، ونصحو الذوق تاع الملح. سيداتي شوربه البلبوله او حسوه البلبوله بالحلبه والفليو وزيت الزيتون تجي على هذا الشكل، صحيه سهله وبسيطه، سخونة في هذا البرد تدفي. الى عجبتك سيداتي الوصفه جربيها وردي عليا في تعليق خاص بالوصفه. الى كنتو اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، تابوناو وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما ننزلها في القناه. ما تنساوش القناه فهي قناتكم، ما تنساوش اللايكات بارتاج تابوناو في القناه. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.